السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وسيد الكونين أجمعين. سيداتي سادتي أنساتي، حابين نتكلم اليوم معاكم على الضريبة المضافة. هتطبق من 1/1/2018، هذا المعلن، إلا طبعا يعني إذا حصل أنه تغيير، لكنه المعلن 1/1/2018. وحابين نتكلم على عملية إيش التغييرات أو التأثيرات اللي ممكن تحصل معك أنت كمشتري، هتفرق معك في إيش. طبعا إحنا متفقين أنه الدخل الإضافي هذا لخزينة الدولة لدعم خزينة الدولة ولدعم اقتصاد البلد بالكامل، فما بنتكلم عن نقطة دي. إحنا بنتكلم على نقاط محددة، أنا كمستهلك هتفرق معايا كم، فين، متى، ليش، الخ. هتفرق معنا 1/1/2018، كيف طريقة الفرق، وخلينا اوريكم كيف طريقة الحساب. جاي معي الله يسلمكم على حاسبه عشان تسهيل الارقام. نفترض سيارة احلامك اللي تكون مرسيدس، بي ام دبليو، اودي، جاكور، اللي يكون. نفترض ان السيارة دي وصلت الجمارك المينا عندنا ب 97000 ريال تقريبا، 97500. انا بديكم ارقام وسطيه على اساس انه كل بعد كده ممكن كل واحد يعمل حساباته بطريقته هو. 97 حطينا عليها التخليص، حطينا عليها الشحن، طلعت ب 100000 ريال صافي. 100000 ريال هذه شامله رسوم التخليص مع الشحن، طلعت 100000 ريال. الان كيف يتم الحساب بعد ما ضفنا المصاريف والشحن كل شيء؟ وصلنا 100000 ريال. الجمارك عندنا في السعوديه 5%، فحيصير هنا عندنا 100000. انا حابب اوريكم الارقام بسهوله، 105000 ريال. حنضيف الضريبة الآن المضافة عليه. الضريبة الله يسلمكم حنضيف 5% على سعر السيارة، شامل الشحن، شامل الجمارك، شامل كل شيء. فالآن كمان حنضربها، حنضيف عليها 5%، تطلع 5250، نضيفها على 105000، تطلع معانا 110250 ريال. الآن 5250 ريال، 5%، 5000 راحت لمصلحة الجمرك، 5250 راحت من الوكيل، 5% للجمرك و5250 لمصلحة الضرائب، المصلحة المعنية بالضرائب بالزكاة اللي يكون. طيب سعر عندنا 110250. الآن الوكيل نفترض انه باع السيارة الله يسلمكم ب 125000 ريال، حط 15000 ريال مربح، أقل من 15 إذا حطينا الكسور، حط له 15000 ريال مربح. طبعا بديهي بتغطي المربح اللي بحطه، بيجي مصاريف، بيجي سعودة، بيجي كهرباء، بيجي ايجارات، بيجي مصاريف ثابتة ومصاريف متغيرة، ففي كثير مصاريف. نفترض انه باع السيارة ب 125000 ريال. الان قلنا سعر البيع 125000 ريال. 125000 ريال طبعا الوكيل دفع الضريبة، بس لازم الان يستوفيها من العميل. 125000 ريال الدفع قلنا 5250، دحين الراجل لازم تتحاسب الضريبة على سعر البيع. قلنا سعر البيع 125000، 125000 نضربها في 5% تطلع 6250 الضريبة الإضافية، نجمعها على 125000. طبعا بديكم المعادلة تطبق على بعد كده على أي سعر سيارة، سعر السيارة عفوا 125000 زائد 6250 صار سعر السيارة 131250، هذا سعر الضريبة. سعر البيع شامل الضريبة المضافة. الآن هو من الأول حول 5250، حياخذ من المستهلك 131250، حيحول 1000 ريال من هنا، لأنه الفرق بين هنا 6250 مع سعر البيع، وحول وقت وصول السيارة بعد الجمارك وكل حاجة، حول 5250، حيحول ال 1000 الآن لمصلحة الجمارك، لمصلحة الضرائب، وهو خلاص يصير قد المبلغ اللي دفعه مسبقا بالنيابة عن الوكيل على السيارة هو الآن اتحصل عليه. اعتقد رايي الشخصي في المستقبل احتمال يحطوا لهم قانون، ما اعرف حسب التعليمات والتحديثات والترتيبات اللي سووها، لو جاء الوكيل بده يبيع السياره نفترض سعر التصفيه ب 90000 ريال، فنزل على راس ماله، على حر راس ماله، بياكل منه بيخسر، احتمال يحسبوا له انه جزء منها، يا اما يقولوا له خلاص راحت عليك، يا اما يقولوا له احتمال يحسبوا له جزء منها من الضريبه دي على السيارات القادمه، يعني عمليه ايش، تخلص حسابات بشكل او اخر. اتمنى قدرنا يعني نشرح لكم الضريبه بشكل مبسط، واتمنى كده ان شاء الله يكون ايش الامور واضحه الان بشكل تماما. سعر السياره بالوصول 97500 تقريبا، ضيف الشحن والجمرك، عفوا الشحن والتخليص، وصلنا 100000، ضفنا 5% على ال 100000 صارت 105000 شامل الجمارك. بعد ما حسبنا الجمارك وكل شيء نضيف الان 5% حقت مصلحه الضرائب، فصارت 110250. الآن سعر البيع قلنا الراجل حط حوالي 14850، 14000 و
850 ريال تقريبا 15000 ريال مربح، باع 125000، نضيف الضرائب الان عليها اللي هي 5% صارت 131250، شيل 131250 قد الوكيل دفعها مسبقا بالنيابه عن الوكيل 5250، الحين الضريبه لما نشيل ال 131250 نشيل اللي هي تعتبر الضريبه 6250 ريال بالضبط، نشيل ال 1000 نضيف على ال 5250 المدفوع مسبقا والباقي هو ده ال 131000 سعر السياره شامل الضريبه. اتمنى نكون قدرنا نوضح لكم الامور كامله، وشكرا لكم متابعتكم، ونشوفكم على خير دائما في شروحات ثانيه جديده وجميله، وربنا قدرنا نديكم اخبار حلوه، مو بالضروره ده بس يعني اخبار ثانيه كثير حلوه. شكرا.